مرحبا، أنا إيهاب وهذا فيديو اليوم. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله. اليوم آخر يوم في رمضان وبكرة أول أيام عيد الفطر هون في أمريكا، فكل عام والجميع بخير. أحلى تعليق إجانا على الفيديو الأخير إنه معلومات جميلة، بس متى الشك الرابع؟ والله سؤال حلو، سؤال منطقي. يعني إحنا شو استفدنا من كلامك يا إيهاب؟ إحنا بدنا نعرف متى الشك الرابع. أنا بشوف إنه الشك الرابع أقرب للمستحيل، يعني مستحيل إنه نشوفه حالياً. اللي حنشوفه بس هو التاكس كريدت للأطفال، فاللي عنده أطفال يجهز حاله للدفعات الشهرية إلا إذا حابب ياخد لامسام السنة الجاية. إن شاء الله فيديو اليوم يعجبكم. سلام. قبل ما أصور الفيديو هذا اليوم، للأسف الأخبار اللي بتصلنا وبنشوفها من فلسطين وخاصة القدس وقطاع غزة، كل شيء مأساوي، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن اللي صار قبل تصوير هذا الفيديو انه في برج انا عشت فيه سنتين وقبل شوي قصفوه. بتقدر تدخلوا على اليوتيوب وتكتبوا قصف برج الشروق، موجود في الرمال في غزة، وقصفوه ونزلوه. احزنت لانه حسيت انه يعني اشي مني نزل، فالله يكون في العون. المهم اليوم انا حتكلم في كذا موضوع، واهمهم هو اجتماع بايدن مع القادة الاربعة الكبار في الكونغرس، وبعدها حتكلم عن مساعدات البطالة اللي ممكن تتوقف. الموضوع فيه تهديد يعني نوعا ما. ثالث شيء حتكلم عن تقارير CDC الاخيرة، حتكلم عن حالات كورونا واللقاح في امريكا. هلا مع السيد جو بايدن. اليوم كان في اجتماع مهم كثير بين بايدن وقادة الكونغرس الاربعة، الحجة نانسي وتشومر مع بعض، مقابل لهم ميتش ماكونيل ومكارثي، وبايدن طبعا موجود مع هاريس، والكل كان لابس الكمامة. اجتماع زي هيك على قد ما هو مبين انه مهم وضروري بين الحزبين، الا انه بصراحة ما له اي فائدة. الاجتماع اجي بعد 100 يوم من ما بايدن مسك الرئاسة عشان يتكلم بخصوص خطة تحفيز الاقتصاد اللي بيطلبها الديمقراطيين بقيمة 2.3 تريليون دولار بجانب مواضيع ثانية. لكن زي ما قلت ما في امل انه هيك مفاوضات ومباحثات توصل لنتيجة. بايدن رجع يذكر الموجودين انه هو مش رئيس الديمقراطيين وانه رئيس كل الامريكان، وانه الاجتماع اليوم عشان يقدروا يوصلوا لاتفاق عن طريق انه الطرفين لازم يقدموا تضحيات. الاجتماع ما طول، كان ساعة و45 دقيقة، لكن بالاخر ماكونيل ومكارثي بينوا وكانوا كثير واضحين انهم ما رح يوقفوا وراء اجندة الرئيس. وبهيك هذا الاجتماع وهاي اللقطات اللي صارت كانت بس عشان يبينوا انهم مش مطنشين بعض وانهم مهتمين باراء بعض. اجتماع بايدن مع ماكونيل مش هو المهم، الاجتماع المهم هو اجتماعه اللي صار مع جو مانشن وكريستين سنيما اللي بيعتبروا الديمقراطيين المعتدلين. وفي كمان اجتماع ثاني حيصير مع الجمهوريه شيلي كابيتو عشان يتكلموا معها بخصوص خطط الجمهوريين للبنيه التحتيه وشو بايدن بده وليش المبلغها بكفيش والشغلات هاي. والاجتماع معها بصراحه لانها هي الوحيده اللي ماسكه هذا الملف في الحزب الجمهوري، فما اظنش يوصل لاي اتفاق. لو تتذكروا ترامب كان يسوي هيك اجتماعات، وعشان اكون دقيق سوى هيك اجتماع في ديسمبر 2018 عشان يتكلم مع الديمقراطيين بخصوص كيف بده يبني الجدار. وتقريبا بعدها بسنة صارت مشكلة سوريا وولعت بينه وبين نانسي بلوسي، ومن يومها ما حدا دخل البيت الأبيض من الديمقراطيين. بايدن ماكونيل بينهم علاقة من أيام ما كان بايدن في الشيوخ ولما كان نائب رئيس أوباما، وحاليا الوضع مختلف تماما، العلاقة بينهم صارت أصعب. ماكونيل بيحكي إنه أنا دوري إني أوقف أجنة الرئيس، حكاها واضحة وصريحة، فعشان بحكيكم إنه أي اجتماع حيصير حيكون بدون فائدة. جين ساكي بتحكي انه التقدم حيكون مع يوم الميموريال داي، يعني اخر الشهر 31/5. اذا بايدن ما حيوصل اتفاق مع الجمهوريين فوقتها لازم يضمن انه كل سيناتور ديمقراطي حيكون واقف وراه في هيك مشروع، حيكون شيء في المستقبل، وهذا الشيء راح يغير حياه ناس كثير. هلا باختصار للاشخاص اللي بيستلموا مساعدات البطاله، صاحب شركه كان كثير معصب في فيديو شفته قبل يومين، طلع ومعاه 12 كونفرميشن لمقابلات عمل. تعرفوا كم واحد اجى على المقابلة؟ اعطوني رقم. اللي اجى صفر، ولا حدا اجى من ال 12 شخص اللي المفروض انهم يجوا. بحكي انا مش عارف شو اسوي عشان اجيب الناس تشغل. هلا هذا كان سبب تقرير الوظائف السيء اللي شفناه الاسبوع الماضي. خطة تحفيز الاقتصاد الاخيرة ما ساعدت الاقتصاد على قد ما كنا بنتوقع. الشغلة اللي كان ماكونيل بحكيها وترامب كمان
انه مساعدات البطاله ما بتشجع الناس انهم يرجعوا لشغلهم. هلا الشروط حتصير اصعب. اذا بيكون في حدا عاطل عن العمل وبيستلم البطاله وبيرفض يشتغل راح يقطعوا عن المساعدات. الطريقه الوحيده عشان تقدر تكمل هو انك اضطريت تقعد في البيت عشان مثلا ابنك او بنتك بروح على المدرسه وما في حدا يدير بال عليهم وانت قاعد في البيت، ممكن. او اذا كان المكان العمل اللي قدم لك الوظيفة ما بتماشى مع تعليمات السلامة على مستوى الحكومة الفيدرالية أو الولاية. في تعليمات جديدة إجت من بايدن لوزيرة العمل بأنها تحط شروط أكبر وأصعب على الشخص اللي بيقدم على المساعدات ويكون مجبور ياخذ أول شغل بيوصل. فهلأ إذا تقرير وظائف شهر مايو إجا سيء، أعتقد الأمور حتكون أصعب وأصعب على الناس اللي بتسلم البطالة. زمان الديمقراطيين كانوا بدهم مساعدات أكبر وتستمر للناس، والجمهوريين كانوا يقولوا لا بدنا أقل أو حتى نوقفهم. هلأ الزمن لف وصاروا الديمقراطيين نفسهم بدهم يوقفوا المساعدات. فعشان هيك السياسيين لما يشتغلوا فهذا الشغل بيكون لإلهم مش للشعب. هلأ بخصوص أخبار CDC، كان في كلام قبل شهور أنه حيكون في موجة رابعة للفيروس في أمريكا وتحديدا في الربيع. معظم الولايات خففت من القيود، كثير أمريكان زهقوا من البيت وصاروا يطلعوا أكثر ويتعرضوا للفيروس أكثر، لكن الحمد لله أنه هاي الموجة ما وصلت. الحالات وعدد الناس اللي بيدخل المستشفيات قل كثير، وحتى الموت كمان قل. هذا خبر كثير جيد. طيب شو اللي صار؟ شو اللي تغير؟ عدد كبير من الأمريكان بنوا مناعة بسبب أنهم انصابوا بالفيروس قبل، واللقاح انتشر بشكل كبير وتوفر لجميع الناس فوق 16، وحاليا اتوافق على اللقاح انه ينعطى للي اعمارهم بين 12 و15 سنة. الناس لسه بتلبس الماسك في الاماكن الداخلية، الاماكن الخارجية بتقدر تشيل الماسك اذا كنت ماخذ اللقاح. لكن مع انه كل هذا صار لكن كورونا لسه موجودة، كورونا ما راحت. اول مشكلة عندنا انه في واحد من اصل ثلاثة لسه شاكين في اللقاح، يعني لو توقف 4 أو 3 أشخاص واحد منهم حيكون شاكك في اللقاح. ثاني مشكلة إنه اللقاح ما انتشر برا أمريكا مثل ما انتشر فيها، الأرقام بتفرجي إنه الوضع صعب كثير على الدول الثانية. ثالث مشكلة إنه اللقاح قدر يوصل لدول غنية فقط مثل أمريكا، لكنه ما قدر يوصل للدول الفقيرة لأنه 90% من البشرية ما أخذوا اللقاح لسه. هلا بخصوص حالات كورونا واللقاح في امريكا، امبارح سجلت اكثر من 33 الف حاله اصابه جديده، وبهيك عندنا اكثر من 32.7 مليون حاله اصابه مؤكده. حالات الوفاه كانت عند 684 حاله وفاه، العدد الكلي اكثر من 582 الف شخص مات للاسف. في اكثر من 263 مليون اخذوا الجرعه الاولى، وفي اكثر من 116 مليون امريكي استلموا الجرعتين. احنا هلا واقفين عند نسبه 35.52% من الناس اخذوا اللقاح بشكل كامل. هلا بخصوص فيديوهات الاستثمار، حطيت الفلوس كل شيء تمام، بدي اسجل الفيديو ان شاء الله حيكون بكره. انا بقدر اسويه حاليا وانزل لكم لقطات، بس انا حابب بصراحه انه يكون سريع، ما بدي مثلا اصوره اليوم مثلا وانزله بكره او شيء، بدي اصوره بنفس اليوم وانزله بنفس اليوم عشان اللي حابب يدخل معي الخط يدخل. فاخر شيء لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، تنشروا بين اصحابكم، تشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا أوريدي مشتركين، وإن شاء الله بنشوفكم في الفيديو الجاي. أنا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام.